يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الرابعة، الجزء الثاني. مو أساتذة، الجزء الثاني إن شاء الله. المحاضرة الرابعة، الجزء الثاني، دورة المبادلات الحرارية، الهيت إكسشينجر. وآخر فقرة وصلنا لها اللي هي مثل ما تفضل أستاذ باسل، مثل ما تشوفون أمامكم، الريبويلر هيت اكسشينجر. خذينا النوع الأول الثابتة صفيحة الأنابيب، فيكسد فيكسد هيت اكسشينجر، وخذينا النوع الثاني وشرحنا عليه المبادلات من نوع حرف يو، اليوتيوب هيت اكسشينجر، والنوع الثالث الفلوتينج اللي هو floating heat exchanger، مبادلات ذات الرأس العائم. والنوع الرابع اللي هو الريبويلر، طبعا ما مكتوب هنا بالإنجليزي، الهيت ريبويلر هيت اكسشينجر، نضيف له إن شاء الله. ومثل ما تشوفون أمامكم هذا المجسم الخاص بالريبويلر، هذا تقريبا يستخدم استخداماته يعني من اسمه إعادة غليان، إعادة غليان منتج معين باستخدام البخار. ومثل ما تشوفون المجسم مالتكم هنا، أشوف الماء الساخن يدخل بالرأس الأمامي، وراح يلقى بارتيشن هنا، قاطع يصطدم بالقاطع ويجبر هذا القاطع الماء إنه يدخل بالمجموعة العلوية من الأنابيب، وتروح يروح الماء بداخل الأنابيب في الجزء العلوي. وهناك في نهايته هنا ما موضح بشكل دقيق، لكن هو هنا موجودة مثل الفلوتينج، بما يسمى عند أصحاب التخصص بالمصفى أو غيره من المواقع النفطية، إنه يسمونها الطاسة، اللي هو عبارة عن كفر يجبر الماء إنه ينتقل من الجهة العلوية إلى الجهة السفلية من الأنابيب، وبالتالي يرجع بالاتجاه الآخر. هاي يعني بدون استخدام عندي بارتيشن طولي. خلينا نقبل للأساتذة. هنا عندنا، اسمح لهم، أوكي نكمل. ويخرج من الجهة الثانية هذا المائع في جهة الأنابيب، مائع ساخن، يتم التبادل الحراري بينه وبين المائع اللي يدخل من الأسفل، يدخل هنا يصير تبادل حراري، وبعدين هنا هذا المائع اللي هو عبارة عن بخار، هذا الماء هنا راح يتكثف. لما يتكثف هنا اكو عندي وير، هنا اكو عندي حاجز، راح يتجمع هنا سائل، وبعدين يعبر بالجهة الأخرى وناخذ الماء منه، والبخار يطلع اللي ما اتكثف يطلع من الجهة العلوية. العفو عفوا، أنا خطأت هنا. لما يدخل السائل هنا راح يصير شنو؟ تبادل حراري، هذا ماء ساخن وهذا ماء بارد، زين، يحيط به، راح هنا يبدي بالغليان ويتبخر البخار اللي طالع، بخار يعني بخار، ممكن بخار منتج نفطي فيبر مو ستيم، او بخار ماء حسب استخدام شو اسمه. عادة هو يعني يستخدمونها لتبخير منتج نفطي، فيطلع هذا الفيبر يطلع من الجزء العلوي عن طريق هذا المنفذ. والفائض اللي موجود هنا، انا ارجع مره ثانيه، لازم ادوره، هنا حاطين حاجز، الفائض راح يعبر عبر هذا الحاجز، وافصل خل اقبل تمام، فيطلع السائل منه، ونرجع مرة ثانية عن طريق مضخة يدور، وبهذا الشكل نشوف بعض التفصيلات اللي خاصة بالريبويلر شنو يحكي عنها. تسمى هاي المبادلة عادة بمصطلح الكتل
اكسشينجر، والتي يمكن استخدام كلا النوعين من حزم المبادلات، اما هنا داخل هذا الفضاء. شوفون هي حجمها كبير نسبيا بسبب انه استيعابها للبخار، والبخار حالة غازية، حالة من حالات الغاز، فبالتالي لما نتجه باتجاه الغاز لازم حجم المبادلة يكون اكبر. هنا هاي حزمة المبادلة، اما تكون على شكل يو تيوب او تكون على شكل ستريت تيوب، يعني اما تكون فلوتنج هنا ستريت تيوب او يو تيوب، وشرحناها اثنيناتين. عادة ما تستخدم يعني عندما يكون هنالك طورين من المائع، مثل ما قلت لكم طورين من المائع، العفو، اللي هو طور هذا السائل الساخن، والطور راح يتحول إلى بخار عندما نحتاج فصل مائعين ممتزجين عن طريق تغيير طور أحدهم. وغيرنا إحنا الطور، هذا الطور اللي هو سائل، حولناه إلى البخار، والجزء المتبقي سائل نرجع ندوره مرة ثانية إلى أن نحوله. خلينا نستكمل، هذا شرحناه بشكل من التفصيل، ويعني قلنا هاي المقاطع، هذا الجزء مع هذا الجزء مع هذا الجزء، ما من الممكن انه تجيب اي جزء ويتوافقا الا إن اذا كانن متوافقات عمليا. راح يعني نشوف ان شاء الله، راح يعني اطلعكم على المخططات. هذه المخططات او هذه الانواع هي الانواع الاكثر استخداما وشيوعا في مواقع صناعة النفط، او مو فقط في صناعة النفط، في الصناعة بشكل عام. هاي المخططات امامكم هسه، هذا الشكل الاول اللي هو هذا يسمى AES. يعني احنا هسه لو نجي ندرس هذا المخطط بدراسة بشكل تفصيلي عن طريق هذا الجدول سابقا اللي شرحناه، نشوفه متوافق. شلون يعني متوافق؟ الاي اللي هو يقصد به هذا الشانل. نرجع على الاي، خلينا نشوف بالجدول هنا، هذا الاي، حكيت سابقا قلت لكم الاي اللي هو عبارة عن شانل اند ريموفبل كفر، يعني هذا يقول قناة بالإضافة إلى شنو شو اسمه سدادة قابلة للتحرك أو للإزالة لغرض الصيانة. وهنا شفتوا البارتيشن، هذا بارتيشن هنا اختياري، إما ينحط أو ينشال، في كل الأحوال اسمه أي هذا الأي الرأس الأمامي يتوافق وياما من القشرات يامن، زين. خلينا نشوف هو هذا النوع، هذا النوع قلنا قلت لكم هذا النوع، او مو بس هذا النوع، هذا النوع والانواع الاخرى اللي راح نشوفها تقريبا 6 انواع، هن هذين الانواع الاكثر شيوعا. ممكن اكو انواع اخرى، زين، ممكن انه انت تقترحها وتنجح، لكن الاكثر استخداما هي هاي الانواع، الاي اي اس مثلا. الاي قلنا هاي القشره مع حزمه المبادل مالتها، الاي شنو يقصد بيه؟ نروح للجدول خلينا نفتهمه. اساتذه قريب مشاركه، خل اختار استاذ عباس. استاذ عباس، الو استاذ عباس، استاذ خالد. نعم استاذ، استاذ خالد. نعم استاذ، الاي يعني نعم. من خلال المحاضرة اللي طرحتها سابقا، نعم. يتوافق ويا الاي وليش؟ والله استاذ تبعا لنوع الاستخدام، يعني يتوافق، يعني اذا كانت التصميم يتطلب انه اختلاف درجات الحرارة سواء جريان متعاكس يتوافق. ليش؟ لانه اذا استخدمنا باندل بالنص انه راح يكون انه جريان على شكل موجات، وبالتالي انه يصير اكثر كميه للتبادل الحراري بسبب انه زياده المساحه السطحيه الموجوده، فيتوافق. ليش ما يتوافق؟ اي لا، انا قصدي مو من ناحيه غايه المبادله شنو نريد من عندها، احنا من ناحيه الاجرائيه، يعني الفلويد لما يدخل بالشانل ويسلك مسار بالشانل
يتوافق ويا القشره ويا حزمه المبادل اللي داخل القشره من نوع ايه ايه؟ يتوافق يتوافق ايش نوع؟ يتوافق استاذ. اشرح لي. هسه احنا عندنا اي اي اس، الاي قلنا اي وكنا موجود عندي بالمخطط الرئيسي اكو بارتيشن، فالماعي يدخل هنا قلنا شنو يصطدم بما بالبارتيشن مو نعم زين، وين نعم يروح؟ يروح للاي. الاي شنو للإي هذا؟ إذا استخدمنا باندل أو ما استخدمنا باندل. إذا ما استخدمنا باندلز إنه راح يكون إنه جريان هو متعاكس، فبالتالي راح يعني إذا كان الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل فبالتالي راح يحقق، أو بالعكس إنه راح يحقق مستوى تبادل حراري عالي بسبب إنه هو جريان متعاكس. بالتالي إنه إذا استخدمنا إنه الرير هيد الرير إند هيد تايب اللي هو نوع الأس راح يكون انه ايضا تبادل يعني تبادل حراري عالي فيتوافق ويا جي. انا خل اميز اساتذه، خل اميز انه اكو اكثر من مسار وين باتجاه حزمه المبادلات، واكو اكثر من مسار باتجاه يعني خل احكي بالدقه، الماء اللي يدخل بداخل الانابيب زين، خل اشوفه من خلال هذا المقترح الاي اي اس يكون كم باس. اساتذه سؤال هنا مطروح لكم من خلال هاي هذا المخطط، من خلال هذا المخطط الماء اللي يدخل بداخل الانابيب كم باس كم ممر اعتمادا على عدد الباندلز الموجود؟ لا مو اعتمادا على عدد الباند، هو البندل شنو هو؟ هو عبارة عن حزمة أنابيب، البندل تيوب. البندل تيوب راح يشكل عائق أمام سير الماء الداخل أو الخارج. لا فبالتالي مو هو الأستاذ خالد، عفوا مو هو اللي يشكل عائق، البارتيشن اللي موجود بالشانل أول ما يدخل الماء زين يجبر الماء أنه يدخل يسلك اتجاه معين، اتجاه معين يا هاي الاتجاه المعين، مجموعة من حزمة الأنابيب اللي في الأعلى. نعم. فيدخل الماء فقط بالانابيب اللي انا جبرته، ليش؟ لان اكو بارتيشن زين. نعم. حتى التيوب نعم. شيت، حتى التيوب شيت لاصحاب التخصص اللي بيشتغلين بمجال المبادلات، التيوب شيت تلقوها، انا هسه راح اراويكم ان شاء الله بالمحاضرات اللاحقه، تشوفون اكو حاز موافق ويا هذا البارتيشن، هنا حاطين غاز جيت على مود لا يمر الماء، فبالتالي اجبره نعم. يدخل بهذه الانابيب، لما يدخل نعم. يدخل بهذه الانابيب وين يروح؟ يروح الى الرير هيد الراس نعم. الخلفي، فبالتالي ويرجع من الاسفل ويرجع. اذا الماء نعم. اللي بداخل الانابيب كم باس؟ 3 باس تقريبا، 1 2 3 لا 2 باس قصدك 2 باس قصدك الاسم ما اعتبرته باس، اي 2 باس هذا نعم. هذا ممر وبعدين يرجع الثاني، هذا ممرين نعم. إذن 2 باس نعم تمام لحد الآن؟ لا مو تمام صراحة غير. ليش؟ لأنه أنا أعتبر أنه أي عائق يعني يكون بيه تبادل حراري عالي هو أعتبره أنه هو الباس، يعني الباس الأول الباس الثاني الباس الثالث على عدد الباندلز، أما أنه العائق الأول هو مجرد موجه للماء، مجرد موجه للماء وليس انه مستوى تبادل حراري. لا انا ما قصد أنا لا انا احكي على الميكانيزم مات المبادله، شلون صمموها بحيث شلون يسلك المجرى الفلويد الساخن، المجرى الفلويد الساخن الماء الساخن اللي يدخل بداخل الانابيب لازم نفتهمه انه كم باس، يعني ذهابا وايابا هذا يعتبر 2 باس، ذهاب فقط زين يعني يدخل لو فرض يعني ماكو بارتيشن طبعا على مسلكية السائل بالضبط او مسلكية الماء بالضبط، فهاي لو فرض ماكو بارتيشن هنا ماكو بارتيشن زين وان باس هذا شو يسوي؟ اوتوماتيكيا يشوف الشانل هنا ماكو شنو؟ ماكو هنا اكو منفذ مسدوده، هاي مباشرة يدخل منها يلقى كل الانابيب مفتوحة امامه، فيدخل الماء باتجاه يدخل بكل الانابيب ويسلك ويطلع من الجهة الأخرى مثل هذا النوع الكيتل. لا هذا النوع اللي هو فيكسد شوف هنا يدخل الماء منه ويدخل بكل الأنابيب ويخرج
من الاتجاه الثاني. واضح هاي هسه حد اللي هنا؟ واضحة جيد. واضحة. هذا قاعد نحكي عليه من على الماء اللي يسلك بداخل الانابيب. زين الماء اللي خارج الانابيب اللي هو بداخل القشره، منو اللي يحدده؟ لا البندلز اكيد، البندل والقشره. البندل والقشره، نعم. عرفت شلون؟ نروح على القشره. القشره شو يقول لي؟ يقول لي اي اي اي، هو قايل لي انا اعرف انه هي عباره عن وان باس شو. نعم. يدخل الماء بالقشره، ايش يلقى؟ بتجاوز. يلقى حزمه مال المبادلات. زين اكو 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 قاطع طولي بيها، شوفون؟ لا ماكو قاطع طولي بالمختار، لا ماكو قاطع طولي، ماكو قاطع طولي. نسقط على الحقيقه، اكو قاطع طولي يشوفونه؟ لا لا ماكو قاطع عرضي. نلقى بفلات. البفلات هذا فائدتهن قلنا مثل ما قلت لكم، يحرك الماء باتجاه معين ويعيق الحركه ويأخر الحركه مات الماء، وبالتالي يزيد المساحه السطحيه والوقت للتبادل الحراري. فبالتالي اذا نشوف الماء اللي يدخل بداخل القشره، يدخل منها يلقى بفل زين، ويتحرك حركه موجيه على كل التيوبات، ويخرج من الجهه الاخرى من السايد الاخر. فبالتالي هنا الشل شو يقول لي؟ الاي يقول لي وان باس. بينما الفرونت هيد شنو عندي؟ كم باس؟ 2 باس. زين، وهاي بعدين راح اشرح لكم اياها ان شاء الله بالمخططات مالت اليوتيوب شيت، راح تصير عندكم واضحه. زين الريار هنا هيد متوافق ويا الاي والاي والاس، متوافق ولا ما متوافق؟ اكيد متوافق. متوافق انا راح متوافق، لا راح الشكل مالته انه راح يسمح انه بعمليه تدوير المائع خروجه بالاتجاه الاخر. تمام. فبالتالي نجحت هاي المبادله بالتصميم من حيث المبدا؟ نجحت. هذا النوع هو اكثر الانواع شاعت استخدام في المواقع صناعه النفط والصناعه بشكل عام. يعني انا لما اروح لمثلا موقع حديد وصلب، مصنع الحديد والصلب، او نروح للبتروكيماويات، او نروح للاسمده، كل هذن المعامل الصناعيه كلهم بين مبادلات. زين لكن مو بالضروره انه اصنع بهن استخدمهم بصناعه النفط، بس موجوده هاي الانواع. الاي اي اس موجود زين، وموجود بكثره، واكثر الانواع استخداما هي هاي الاي اي اس. يعني احنا مو سابقا قلنا قاعده انه تقريبا 90% من انواع المبادلات هي الشل اند تيوب؟ مو قلنا هاي القاعده؟ اي نعم استاذ. هنا عندنا بعد ما دخلنا بالشل اند تيوب، نقول لكم تقريبا 70 الى 75% من المبادلات بكل المواقع الصناعيه هي الاي اي اس. يعني هاي كلش استخدامها شائع وبكثره. واضح؟ واضح. تمام. زين ننتقل للنوع الآخر. النوع الآخر يعني أحاول أنه أسوي له تدوير على مود يصير واضح. ما قاعد يدور. خلي شرحه على، خل أروح أصغر عندكم دار هسه عندي. اوكي هسه كل المبادله ظهرت عندكم اساتذه؟ اي نعم استاذ. تمام. هسه تلاحظون هاي ما قاعد تدور بالاتجاه اللي نريده احنا. هسه تمام، هسه دارت بالاتجاه اللي نريده. هاي المبادله من خلال شكلها، شكل المقطع مالتها، اسمها الرمز بي اي ام،
زين، هاي رسم مباشرة أقدر أحددها يا نوع، هاي شو اسمها؟ اي وان باس. لا مو على وان باس، لا الأنواع الرئيسية الأربعة قلنا فيكسد فيكسد، وعندنا النوع الثاني الفلوتينج، وعندنا اليوتيوب والريبويلر. هاي من يا نوع من هذول الأنواع؟ استاذ النوع الرابع يمكن، اللي هو ايش اسمه؟ لا لا فيكسد فيكسد فيكسد، هاي اللي اقصد بيه انا فيكسد فيكسد. شنو قصدنا بيه؟ مبادلات ذات الصفيحة الثابتة، ثابت ثابت انه يعني هاي 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 اليوتيوب شيت بهاي الجهة ملحومة بشكل او اخر ويا الشغل، والصفيحة الاخرى بالجهة الثانية ملحومة مع الشغل هم بطريقة معينة، اما باللحام او بالبولتات. احنا هسه نشوفها من خلال المقطع شنو ملحومة لحام. هذا التيوب شيت، التيوب شيت اللي هو داخل بالتيوبات زين، مرتبطة ويا القشرة بشكل وثيق، فبالتالي غير قابل للتمدد. اذا هذا هاي شو اسمها المبادلة؟ فيكسد فيكسد فيكسد، وفيكسد ثاني هنا للتيوب شيت الاخر. زين، خلي نجي نفصلها. نقول البي، نروح للجدول البي، خلينا نشوف الرأس الأمامي بالجدول هنا وين هو؟ ها اللي هو شو اسمه؟ بونت، اللي هو يقصد به يعني أشبه بالطاسة اللي عبروا عنه جماعة المصفى. زين، ومثل ما قلت لكم أنا، هذا الجزء الميكانيكي تلقى بعض الاحيان اكو داخله اكو اجزاء، يعني هاي هنا شويه جماعه الرسم الميكانيكي والرسم الهندسي شويه يلكفونها، لازم اللي عندهم معرفه بهاي الامور. هنا شايف قاعد يشوفون هنا مسوي بالمخطط بشكل متقطع، مثل ما قلت لكم سابقا انه لما يرسم بشكل متقطع يعني هذا ممكن موجود وممكن ما موجود، سواء كان موجود هذا البارتيشن او ما موجود هو يظل يحمل رمز البي. واضح اساتذه؟ واضح واضح ان شاء الله واضح. جيد، البي قلنا ويا شنو؟ الاي والام. البي والاي والام متوافقات؟ يشتغلن سوا لو متعارضات؟ اختار واحد يجاوبني اساتذه، لو مشاركه اريد منكم. استاذ وميض عيدها استاذ، والله عيدها بلا زحمه، اعيدها ولا يهمك. عندي انا عندي المبادله تقول الفيكسد فيكسد بهذا المخطط، هذا المخطط اللي نشوفه قدامك بي اي ام. البي اي ام لما اجي للجدول مالتي الاولاني، هذا هو الجدول، يقول البي هذا البي والاي هذا والام هذا، هذين الأجزاء الثلاثة لما يرتبطن مع بعض يشتغلن يكونن لي مبادلة ناجحة تدخل بالعمل وتنجح لو تفشل. أستاذ أعتقد مختلفات. شلون مختلفات؟ هسه اشرح لي طريقة عملها راح تنجح لو لا. تعالي من أول مرة على الرأس الأمامي الفرونت هيد. أي يلا أنا وياك سوا. والله ما مركز بيه أستاذ، ما أعرف. ما مركز؟ زين، نختار أحد الأساتذة. من يقدر يشاركنا؟ أساتذة. أستاذ رائد. نعم أستاذ وياك. أستاذ رائد، يلا تقدر تشارك يعني؟ هي عادي أستاذ. يلا. خل نشوف مسلك الماء. مسلك الماء من الامامي راح يدخل على الشل على التيوبات.
لا اول ما يدخل بالفرونت بالفرونت هيد بالراس الامامي بالراس الامامي مو اي اسمعني اي اسمعك بس استاذ ارفع صوتك واشرح لي شوي المبادره شويه بها صعوبه لا يمكن السماع اعتمد الا نابيبي اي تمام صحيح لا انا اريد اريد تشرح لي الميكانيزم مال عمل المبادله نعم استاذ هذا المقطع البي بوينت راح يدخل من عند الماء زين نروح 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 قاعد يش نعم. شوف هذا قدامك استاذ المخطط البي هنا شوف هنا ماكو بارتيشن بالضبط مو صحيح بينما بالجدول شو يقول جدول اكو بارتيشن بس البارتيشن مخطط عليه بالخطوط المتقطعة يعني ممكن موجود وممكن ما موجود نعم مو صحيح نعم شان هو البارتيشن بقى بقى رمز بي زين لما شال البارتيشن شنو صار يدخل الماء اكو حاجه منفذ خروج بالجهه الثانيه ماكو حاجه لا ماكو حاجه لازم من الجهه الاخرى نعم من الجهه الاخرى يخرج تمام بعد على لانه الماء يدخل بكل الانابيب بالضبط ويسلك وان باس لانه اصلا القشره شنو اسمها اي بالضبط فوان باس ندري بيه وان باس بعدين يروح بالاتجاه الاخر يلقى الراس الخلفي ويخرج خارج انتهى الموضوع زين الماء اللي بالقشره هو وحل التيوب بندل اللي بالقشره راح يدخل بعد الحراره ويطلع من الصفحه الثانيه قد مشكله تمام اذا هاي المبادله من حيث العمل تنجح ولا ما تنجح تنجح استاذ بس قليله يعني قليله شنو قصدك يعني استاذ التبادل مالها اقل وما تحت ضغوط واضح اي خو هاي بعد احنا هاي معلومات فيها سابقا هذا حسب الاستخدام يعني اي صحيح اكو مبادلات اكفأ من عدنا اي اكو مبادلات اكفأ من عدنا بس هاي قضية الكوست تدخل بالحسابات الضغوط تدخل بالحسابات اوكي تمام فاختياري لنوع المبادلة تبع لتصميمها وتبع لاستخدامها طبعا الانواع الاخرى اساتذه بس استاذ مداخله اي تفضل يعني ايش انه تكون يعني اكمنايزر ما تكون مبادله حراريه يعني هيت اكسشنجرز اكمنايزر شنو تقصد بي يعني استاذ يعني اقصد انه تستخدم للتكثيف اكثر ما انه تستخدم للتسخين لانه على مبدأها انه الاتجاه مال الانابيب راح يكون باتجاه واحد بالنسبه للتيوبس فانه يستخدموها للتكثيف الصور اكثر ما يستخدموها انه للتبخير او لزياده درجه الحراره نسبه لانه الجريان باتجاه واحد واذا كنا نحتاج انه نرفع بها درجه حراره فبالتالي انه يحتاج انه طول راح التيوب راح يكون اكبر فبالتالي انه تستخدم للتكثيف يعني من وجهه النظر يعني بناء على تصميمها للتكثيف اكثر ما انه تستخدم لرفع درجه الحراره مو استاذ انا لما اقول للتكثيف معناه اكو 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 طور ثاني راح يتحول مو صحيح عندي اي بالضبط استاذ جيد فاذا وين بالتكثيف بالضبط. التكثيف وين راح يصير بالماء اللي خارج التيوبات لو بداخل التيوبات بالشلد. بالشلد وليس بالتيوب بالشلد اذا صار بالشلد تمام إذا صار عندي بشل زين معناه شنو عندي يعني أنا لازم أدخل بخار مو صحيح بخار لازم أدخل بالضبط زين لازم أدخله منين لازم أدخله من الجهة العليا مو من السفلى
اي نعم استاذ مو تمام؟ اي تمام صحيح زين. هو عادة احنا حتى الاكسبانشن اللي بنستخدمه رقم 14 حتى الاكسبانشن اللي بنستخدمه يبين انه درجة الحرارة انه مال الشيلد انه اعلى من درجة حرارة انه السائل الداخل على طريق التيوب، يعني هو مستخدم اكسبانشن معناته انه الشيلد راح تكون درجة الحرارة مالته جدا عالية. لا هو استاذ عفوا هذا يستخدمون الاكسبانشن، اصلا الغاية الاساسية من عنده هي حقيقة الامر المفروض درجات الحرارة اللي فرق درجات الحرارة بينهما واطئ، يعني بين الماء الداخل داخل التيوبات والماء اللي خارج التيوبات الفرق درجات الحرارة بيناتهم قليل وحتى الضغوط قليلة، فبالتالي هي بالأصل ما تحتاج انه التيوبات تتمدد. بس يقول لك انا المبادلة على مود لا يصير بها مشاكل بما انها هي فيكسد يعني مو مثل الفلوتينج. الفلوتينج اللي شرحناها هاي الفلوتينج اول وحده شرحناها هاي فلوتينج الاي اي اس، هذا بقى هذا الجسم هذا الجزء لما يصير اكو تمدد بالتيوبات اكو مجال وين موجود بالقشره بداخل القشره، قاعد تشوفون هذا السبيس قاعد تشوفونه اساتذه، اكو مجال انه يتمدد ويتقلص ما اكو مشكله يصير عندي هنا، لا يصير عندي مشكله هنا لما تتمدد التيوبات. هو اصلا مربوط التيوب شيت مع الانابيب مع القشره كلها صارت جسد واحد، فلما تتمدد شو يصير عندي؟ يصير اجهادات عندي بهاي المنطقه ويصير فيلر، يعني هنا يصير عندي فشل بهاي المنطقه زين، وتفشل المبادله بالكامل. فايش سووا؟ قالوا على مود لا تفشل المبادله بالكامل، فايش سووا؟ حطوا اكسبانشن هنا مفصل قال تمدد على مود القشرة كلها إذا احتاجت أنه تتمدد تعطي مجال للأنابيب أنه يتمدد. هاي الغاية الأساسية ترى، مو غاية أنه لتجميع السائل المتكثف. احنا ما انا ما اقصد انه تجميع السائل المتكثف، لكن اقصد انه الرينج ما درجة الحرارة عندما يكون عالي يستخدمون اكسبانشن موجود حتى بالأنابيب، يستخدمون اكسبانشن لوب او يستخدمون اكسبانشن اذا كان مدى اختلاف درجات الحرارة عالي. لا مو يستخدمون اكسبانشن، مو هي كمبادئ اساسيه انه فيكسد. اي العفو، اي كمبادئ اساسيه لما جينا شرحناها بالبدايه اذا تتذكر ارجع عليها، هاي المبادله ثابته صفيحه الانابيب. شنو قال؟ قال يقتصر استخدامها في درجات الحراره المنخفضه على عكس ما تقول استاذ التي لا تزيد عن 80 درجه مئويه. يقول وفي بعض الأحيان يتم وضع حلقة تمدد التي تسمح بتمدد الأنابيب في حال ارتفاع درجة الحرارة. مو أنا شنو المبادلة؟ المبادلة أنا ما أحكم على عملها. أستاذ مهند، أستاذ مهند بس مداخلة. تفضل. أستاذ مهند بس مداخلة بسيطة. تفضل. 80 سنتيغريد صحيح أنا وياك. إيه. لكن أنت يعني بوعت درجة الحرارة بس ما بوعت. إلين. الضغط يعني إذا كان الماء يغلي تحت درجة حرارة 100 سنتيغريد. تحت ضغط 1 بار، لكن انه يغلي يمكن ب 80 درجه اذا كان تحت درجه 2 بار. الضغط هنا قضيه مهمه، هنا الضغط هم نثبته هو ال 8 بار. اي صحيح، فقد يغلي هنا الماء اذا صلى الضغط على الماء 8 بار، قد يغلي انه يجوز ب 10 بار 10 سنتيغريد. صح لو انا غلط؟ لا صحيح، في بس في حاله انه هذا الضغط، في حاله انه هذا الضغط مسلط على هاي درجه الحراره، احتمال كبير انه هذا الضغط يشتغل على الماء اللي خارج التيوبات، يعني مو بالضروره قاعد يحشي على الضغط اللي داخل. هو الماء عين، هو الماء عين لابد يكون تحت الضغط. بالضبط الماء عين لابد يكون وجود دلتا بي داخل يعني الشيلد، ووجود دلتا بي داخل التيوب حتى يصير جريان. إيه؟ اذا ماكو ديفرنشال بريشر ما راح يصير جريان، بالتالي ما راح يصير تبادل حراره. يصير استاذ خالد خل اضرب لك مثال بسيط. انا يوم من الايام تعايشت وياه، وكلكم انتم مارين لربما خاصه انتم اغلبكم يشتغلون بمجال الانابيب. يوم من الايام اشتغلنا بموقع بالصور بالغاز السائل، فكنا نريد ويا شركه كي بي ار اصور، فاجينا نريد نصب يعني في الجهاز طوله تقريبا 6 امتار، فقطعناه بفتره الصباح
العفو بفترة الظهيرة، يعني تقريبا الساعة بالثنتين متمدد الظهر. متمدد هو هسه بغض النظر كان متمدد او ما متمدد، احنا قطعناه بهاي الفترة. اجينا لورا يوم ثاني ورا ما فبركنا الفلنجات وكذا زين، واجبنا القطعة نريد نشدها. لما جينا نريد نشدها تفاجئنا انه شنو صاير سبيس بين الطول الحقيقي اللي راح نشده وبين اللي صار الطول اللي خلينا نقول ايه القطعة تقريبا بحدود يعني 5 انجات. صح زين، تمام. هذا شنو السبب؟ مع انه درجة الحرارة الجو الطبيعية اللي هي ما تتجاوز 40 درجة مئوية، هذا شنو يجرنا؟ يجرنا على انه التيوبات كل ما كانت، بالطبع. ها التيوبات خاصة كل ما كانت رفيعة زين، كل ما كان بها التمدد اكبر. يعني المتر الواحد اذا عندي مليم واحد يتمدد زين، فاذا كانت 10 امتار ايش قلت؟ خل ارجع لكم للمخطط، هنا للمخطط ارجع لهذا الفيكسد. فيكسد هاي زين، يعني انا عندي هنا التيوبات تريد تتمدد، مثلا تمددت 10 مليم، 10 مليم يعني قليلة ترى، مو صحيح؟ أساتذة وياي؟ ايه صحيح، 10 مليم 10 مليم قليل، بس كمية هي 1 سنتي. وياك استاذ، بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه هي نوع فيكسد، يعني هاي ثابتة مع القشرة، ما من الممكن المفروض تتمدد. لكن التمدد ممكن يصير، ليش؟ لأن أكو اختلاف بين هذا السائل وبين السائل الآخر، اكو ديفرنشال، عرفت شلون؟ فبالتالي على مود المبادله لا تفشل حتى وان كانت تشتغل بدرجات حراره واطيه 80 درجه مئويه زين. قالوا على مود لا تفشل، حطوا اكسبانشن، وبعض الاحيان ما موجود الاكسبانشن. اذا شنو، اذا كانت تشتغل بدرجات حراره واطيه جدا، يعني انا اضمن انه ما تتمدد. الفرق بسيط. اوكي، واضحة هذه النقطة إن شاء الله نتجاوزها. واضحة واضحة أستاذ، يعني مخلينها للأمان للسيفتي. بالضبط بالضبط، في حالة إنه صار تمدد، في حالة إنه صار تمدد ما تفشل المبادلة. اوكي واضح. اوكي، هذا النوع يسمونه التمدد الخارجي مو داخلي، يسمونه اكسترنال، اللي هو يرمز إلى بالاي اي بي. التمدد يقول خارج المبادله، شلون؟ شويه يحتاج لها هنا شرح اكثر، الوقت ما يسعنا زين، بس احنا ركزنا وين؟ على هذا النوع وهذا النوع زين. هذا النوع يعني قليل الاستخدام بالمواقع الصناعيه، موجود هو اليوتيوب، سابقا شرحناه زين. اليوتيوب هو تو باس باتجاه الانابيب من غير انه نحتاج بارتيشن طولي، ما احتاجينا بارتيشن طولي. البارتيشن الطولي هنا موجود، مو الغايه من عنده انه يسوي لي تو باس بالانابيب، لا، يسوي لي بخارج الانابيب. هسه تشوفون هنا اكو بارتيشن طولي، قاعد تشوفونه، يعني هسه هذا رقمه بابا مأشر عليه، هو ايش قد رقمه؟ أساتذة تشوفونه وياي؟ هذا قاعد أشر عليه أنا 30 30. خل نروح على 30 على الأجزاء الميكانيكية، 30 وين 30؟ هذا 30 longitudinal بافل، اللي هو شو يقصد بيه؟ يقصد بيه القاطع أو الحاجز الطولي، عرفت شلون؟ فبالتالي هذا اليو، وين هي اليو؟ هاي اليو، هذا يجي يدخل المائع منه، يلقى باتيشن، يجبر الباتيشن المائع اللي يدخل بمجموعه من الانابيب هاي العلويه، يروح المائع بداخل الانابيب ويفتر باللوب مات الانابيب ويرجع من الجهه الثانيه ويخرج من هاي الجهه زين، انتهى الموضوع زين. المائع اللي بداخل القشره وخارج الانابيب شلون؟ دخل الماء هنا، ايش لقى؟ لقى اكو بارتيشن طولي ولقى اكو بارتيشن عرضي.
هنا يحتاج، هنا تسكن العبرات، هنا من عنده قابلية التصور زين انه يشرح لي شنو اللي قاعد يصير هنا. أساتذة. نعم استاذ وياك. شنو اكو واحد يقدر يتصور هنا شنو اللي قاعد يصير داخل القشرة وخارج الأنابيب؟ عندي بارتيشن طولي زين، عندي بارتيشن طولي وعندي بارتيشن عرضي، يعني شنو الماء ما يوصل هنا ويوقف شلون؟ تمام استاذ. البارتيشن هذا العرضي مثقب، هذا واحد من الاحتمال. عفي، خوش إجابة. ممكن يعني هذا لازم يصير مثقب، ولا شلون يعبر يعني؟ لا اريد 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 هنا الايماجينيشن مالتكم، التصور. استاذ الاعتماد على نوع البافلز الموجود، مو شرط انه البافل يكون انه يعني هالف سيركل، يعني يكون انه يعني ربع دائره او نصف دائره. عافية عليك، عافية. فبالتالي يسمح لنا بمرور الماء. منو جاوبني يا استاذ؟ خالد جاوب. حياك الله استاذ خالد، عافية عليك. احنا على الرغم ما احنا ما طرقنا للبفلات بشكل من التفصيل زين، لكن هسه هذا راح اتركه لكم زين، يعني شويه تسوون سيرش شويه، يعني اريدكم تسبقوني بخطوه زين. تعطوني مثلا واحد يكون يعني شلون نقول اكشن اكثر، يعطيني مثلا جواب هذا السؤال، خليه هوم وورك انه آلية العمل بهذا المخطط بالذات السي اف يو شلون هنا يشتغل زين. ممكن تستعين باليوتيوب، ممكن تستعين بالمحاضرات نفسها، ممكن تستعين بزملائك بالموقع زين يشرحوا لك. المهم اريد هنا شويه اكتف بالموضوع، اريد يعني تفاعليه هنا بهذا المخطط زين. راح اتركه شويه عليكم. هنا الريبويلر شرحنا زين، ريبويلر اللي هو رمزه اي كي تي زين، عاده بالمواقع يسمونها الكتل زين، الاي كي تي زين. وهذا النوع الاخير اللي هو الاي جي دبليو، هذا الاي جي دبليو شنو هو؟ هذا الاكسترنال اتصور. هذا هم قليل الاستخدام يعني. هسه اذا بالمجمل من خلاصه المحاضره انه اكو عندي اربعه انواع هن المهمات، الاي كي تي اللي هو ريبويلر، والنوع الثاني سي اف يو اوكي، والنوع الثالث اللي هو النوع الثالث المهم اللي هو البي اي ام، والاي اي اس اللي هو الفلوتينج. واذا رجعنا للمحاضرات يعني تفصيلات، شوف الريبويلر ايش قايل هنا، هنا ما حاكي، ما قايل سي اف يو، والله قايل لو ما قايل، ما قايل، بس هو الريبويلر العفو الاي كي تي، هنا الاي كي تي زين، و الراس العائم الاي اي اس حاكي هنا قايل، واليوتيوب السي اف يو مثل ما تشوفون امامكم، والفيكسد فيكسد البي اي ام. هسه واضحه صارت عندكم؟ جدا واضحه المساله، واضحه جاي. نكتفي بهذا القدر شباب، تعبتوا انتم. استاذ العفو، بس السي اف يو، سي اف يو اي شبيهه يا مبادر العفو، السي اف يو هذا راح اطلع لكم اياها، السي اف يو هاي شنو هي؟ هو هذا هنا الواجب البيتي اللي قلت لكم عليه اللي هو اليوتيوب. اي نعم استاذ، واضح. هسه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله زين، وان شاء الله يعني هذا الاسبوع كله راح يصير على هذا المنوال. محاضره يعني انا احاول ان شاء الله انزلها لكم، والمحاضره الاخرى نخليها تفاعلية بهالترتيب إن شاء الله، إلى أن إن شاء الله تنتهي
الدورة إن شاء الله ونكمل المنهاج وياكم إن شاء الله. أهم شيء أساتذة أريدكم بس تكونوا وياي إنه الدرجة آخر شيء تفكرون بها الدرجة، كلكم إن شاء الله تنجحون وبتميز زين، لكن أريد تفاعلكم بالموضوع على مود لما نخرج من الدورة إنه الكل رسخ بباله فد معلومة أو معلومتين. مشكورة جهودك أستاذ مهند، مشكورة، بارك الله بك. الله يبارك بك. الله يحفظك. الله يخليك. عندكم أي استفسار أستاذ؟ أنا حاضر قبل لا ننهي المحاضرة. المحاضرة. أستاذ مهند بالنسبة لهذا الواجب. نعم. شنو ندز لك إياه؟ نعم. انا راح انزله على ساحه المشاركه بالكلاس، وانتم حاولوا يعني تحكون تعقيبات على هذا الموضوع، راح اثير شو اسمه على ساحه المشاركه بالكلاس روم، وانتم تنزلون التعليقات مالتكم والاجابات مالتكم باللي تعرفونه. اوكي والله واضح اساتذه؟ نعم. لو تريدون على التليجرام اليوم لو على باكر يعني لا على باكر، على باكر اريد الاجابه. اوكي والله لو تريدون على التليجرام تصير مناقشه. كيفك صار ما عندنا اللي يعجبكم اساتذه؟ شو تفضل؟ خليه على التليجرام لان موجودين على التليجرام. تمام، خلي صار مناقشة على التليجرام، مفتوح يعني مفتوح المناقشة من هسه، إذا أي واحد يقدر يبدي رأيه ويشوف رأي سديد وصحيح خلي يبدي رأيه وش اسمه يفعل الموضوع من هسه من مجرد ما أخلص وياكم إن شاء الله. أوكي ممنون من عندكم، شكرا جزيلا على استماعكم، وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. الله يحييكم. تصبحون على مشكورين أستاذ. حياك الله. الله يحفظ.